بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، معكم اليوم مقرر عرب 102 ودرس جديد بعنوان العجوز والقلعة للكاتبة فوزية رشيد، لنبدأ بنشاط استهلالي. عزيزي الطالب، حدد أعلام القصة القصيرة في الوطن العربي من بين الأدباء الآتي ذكرهم. أمامك 6 أدباء، اختر منهم علما للقصة القصيرة: محمود تيمور، يوسف إدريس، نزار قباني، محمد عبد الملك، طه حسين، وزكريا تامر. فمن منهم يا ترى كان علما من أعلام القصة القصيرة في الوطن العربي؟ تأمل ثم أجب. نتأمل الإجابة: محمود تيمور، يوسف إدريس، ومحمد عبد الملك، وزكريا تامر. هؤلاء 4 كانوا أعلام القصة القصيرة في الوطن العربي. نبدأ الآن عزيزي الطالب بذكر أهداف الدرس اليوم. أول هدف أن يقدم الطالب النص بتحديد جنسه ونمطه وفكرته العامة، أن يحدد مقاطع النص، وأن يحلل النص مقطعا مقطعا وفق مستويات التحليل، أخيرا أن يقوم النص ويبدي رأيه فيه. نبدأ بمقدمة الدرس. قبل ذلك عزيزي الطالب، اقرأ المدخل الموجود بالصفحة 18 بعد 100، ثم اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. أمامك سؤالان. السؤال الأول يقول: القصة القصيرة هي، هل هي فرع من فروع الرواية أم جنس من أجناس السرد الحديث قائم بذاته، أم هي مرحلة الأولى من الكتابة الروائية؟ أما السؤال الثاني يقول عزيزي الطالب: أول من حدد خصائص القصة القصيرة هو، تشيخوف أم نجيب محفوظ أم إدغار ألين بو؟ عزيزي الطالب تأمل واقرأ المدخل ثم أجب على السؤالين. الإجابة: القصة القصيرة هي جنس من أجناس السرد الحديث قائم بذاته، وأول من حدد خصائص القصة القصيرة هو الكاتب الأمريكي إدغار ألين بو، وهو أول منظر لخصائص القصة القصيرة. بعد هذه المقدمة نبدأ في عرض بنية النص. يتكون النص من 3 مقاطع، هي وضع البداية، سياق التحول، ووضع الختام. عد إلى الصفحة 43 بعد 100 لتتبين حدود كل مقطع. بعد ذلك أسند عنوانا لكل مقطع. نتأمل الإجابة. عنوان وضع البداية هو التقاء الساردة أو الراوية بالعجوز. بعد ذلك تتحول أحداث القصة لتبدأ حكاية العجوز، ثم نرى الختام بنهاية العجوز. هذه هي بنية النص. نبدأ عزيزي الطالب بتحليل المقطع الأول. بداية اقرأ بتأنٍ المقطع الأول، ثم بعد ذلك حدد ما يأتي: سمات كل من المكان والزمان، ودلالة كل من المكان والزمان، طبعا بعد قراءتك للمقطع الأول. الزمان والمكان في قصة العجوز والقلعة يتحدد من خلال الآتي: أولا، المكان من خلال قراءتك يتضح لنا أنه مكان في بقعة نائية، في أرض صحراوية، في أعشاب متناثرة،
بين نتوءات قلعة جرداء. أين حدثت هذه القصة؟ في كل هذه الأمكنة. ومتى حدثت؟ في مساء ساكن كئيب سماؤه ملبدة. فما دلالة كل من المكان والزمان؟ المكان صحراء، والصحراء ترمز إلى القسوة والكآبة، زادها المساء وهو الزمان كآبة، وقد هيأ كل من المكان والزمان بخصائصهما لتلك النهاية الحزينة للقصة. نستمر عزيز الطالب، أيضا حدد ما يأتي. نوع الراوي في القصة وأوجه الالتقاء بين شخصية العجوز والقلعة بعد قراءتك للمقطع الأول. نجد أن الراوي في هذه القصة هو راوي مشارك في الأحداث، سارد وشخصية في نفس الوقت، يتفاعل مع الحدث ويسرد لنا الأحداث في نفس الوقت. فكيف التقت العجوز والقلعة؟ وما أوجه التشابه بينهما؟ كلاهما يمثل تحد للزمان، يمثل صمودا، ويعكس شيخوخة الزمن. نستمر في تحليل المقطع الأول. السؤال الأخير يقول: ما وظيفة المقطع الأول في القصة؟ ما هو الدور الهام الذي يؤديه المقطع الأول بالنسبة إلى باقي المقاطع؟ لنتأمل الإجابة. أولا، يقدم المقطع الأول الشخصيتين الأساسيتين في القصة، وهما العجوز والراوي. بعد ذلك يحدد سمات المكان والزمان اللذين تدور فيهما أحداث القصة. ثالثا، يوضح ظروف هذا اللقاء الذي حدث بين الشخصيتين. وأخيرا، هو تمهيد لتنامي الأحداث في سياق التحول. هذا هو تحليل المقطع الأول. ننتقل الآن إلى تحليل المقطع الثاني لقصة العجوز والقلعة. بداية عزيز الطالب، اقرأ المقطع الثاني قراءة متأنية ثم أجب عما يأتي. السؤال الأول: عين شخصيات هذا المقطع وصنفها إلى رئيسية وثانوية، ثم بعد ذلك حدد سمات شخصية العجوز الجسدية والاجتماعية والنفسية. أولا اقرأ ثم أجب. نتأمل الإجابة للسؤال الأول. الشخصيات في المقطع الثاني تنقسم إلى رئيسية وثانوية. الرئيسية هي شخصية العجوز والساردة أو الراوية التي تروي لنا القصة. أما بالنسبة للشخصيات الثانوية، فهناك شخصية واحدة وهم السواح الذين أتوا لزيارة القلعة. بعد ذلك نتأمل جواب السؤال الثاني. سمات شخصية العجوز الجسدية والاجتماعية والنفسية: بداية، هي عجوز في الثمانين، عبرت عنها الكاتبة أنها بوجه ترابي، وهي أرملة وحيدة فقدت أولادها، وأغنامها هي المعيل الوحيد لها. أما سماتها النفسية فإنها رغم ذلك صابرة ولديها عزة نفس. نستمر في تحليل المقطع الثاني. عزيزي الطالب، ضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الإجابة الخاطئة. نتأمل العبارات ثم نحدد الصواب من الخطأ. العبارة الأولى: العلاقة بين الساردة والعجوز هي علاقة اتصال قام على التعاطف والشفقة. أمنية العجوز كانت الحصول على شقة في بعض شقق الإسكان الحكومي. قام السرد في هذا المقطع على النظام الخطي وخلى من الاسترجاع والاستباق. غاب الوصف في المقطع الثاني وهيمن عليه السرد الخطي. مكن الحوار من الكشف عن جوانب من شخصية العجوز
أخيرا، معظم الضمائر العائدة على العجوز تجعل منها في وضع المفعولية للفاعلية. تأمل الإجابة الصحيحة. العبارة الأولى: هناك علاقة اتصال بين الساردة أو الراوية والعجوز، وليست علاقة انفصال. العبارة الثانية خاطئة. العبارة الثالثة أيضا خاطئة. الرابعة خاطئة. قبل الأخيرة: مكن الحوار فعلا من الكشف عن جوانب شخصية العجوز، والضمائر العائدة على العجوز جعلت منها في موضع المفعولية للفاعلية. نصل إلى ختام قصتنا العجوز والقلعة. بعد اللقاء وبعد حكاية العجوز، ما الذي حدث أخيرا في وضع الختام؟ بداية عزيزي الطالب، اقرأ المقطع الثالث قراءة متأنية، ثم أجب عما يأتي من أسئلة. السؤال الأول: غابت في هذا المقطع الشخصية الأساسية، فمن شغل مكانها؟ ثانيا: كيف تتابعت الأفعال الماضية في هذا المقطع وما دلالة ذلك؟ ثالثا: كيف عبر وضع الختام عن المأساة الإنسانية المتجلية في سياق التحول؟ عزيزي الطالب، تأمل الأسئلة وأجب بعد ذلك. الإجابات كالآتي: غابت فعلا الشخصية الأساسية وهي شخصية العجوز، والذي شغل مكانها هي البنت القروية التي أخبرت الراوية بنبأ موت العجوز، وتتابعت الأفعال الماضية تتابعا سريعا عكس وتيرة الأحداث وقفز الساردة على بعضها حينما قالت: مر شهر كامل. أما بالنسبة للسؤال الأخير، فوضع الختام مثل استجابة طبيعية للنمو المضطرد للحدث البارز في سياق التحول، وقد أفضى إلى الغرض الذي رامت الكاتبة تحقيقه، وهو ضرورة الاعتناء بالمسنين. نكمل تحليل المقطع الثالث وسؤال جديد. يقول عزيز الطالب: استخرج من المقطع الثالث ما يؤكد كل فكرة مما يأتي. هات عبارات تدل على هذا المعنى. العبارة الأولى: لا أحد غير الساردة اكترث بموت العجوز. اثنين: غابت الساردة مدة طويلة عن العجوز قبل أن يأتيها خبر موتها. ثالثا: لم يتغير نسق الحياة في القلعة بعد موت العجوز. استخرج من المقطع الثالث ما يدل على كل هذه المعاني. المعنى الأول: لا أحد غير الساردة اكترث بموت العجوز، وذلك يتضح لنا في قول الكاتبة فوزية رشيد: قالت في فتور، أو أحدهم تساءل بدون مبالاة، أو قولها رحلت دون أن يلتفت إلى رحيلها أحد. كل ذلك عدم اكتراث بموت العجوز. وقد غابت الساردة مدة طويلة، والذي أكد ذلك قولها: كان قد مر شهر كامل. أما بالنسبة أن موت العجوز لم يغير من نسق الحياة في القلعة، فذلك يتضح في هذه العبارة حينما قالت: الأغراب يتدفقون نحو الداخل، أو كانوا يتدفقون، أو حينما قالت: لا أحد شعر بأن هناك تغييرا. كل ذلك يبين لنا أن موت العجوز لم يغير شيئا في حياة القلعة. نختم تحليلنا عزيز الطالب للنص بتقويم النهائي عبر سؤالين. يقول السؤال الأول: ما سبب الجمع بين السرد والوصف في النص، وما وظيفة كل منهما؟ أما السؤال الثاني هو: لماذا ينسب هذا النص إلى الأدب الإنساني؟ تأمل ثم أجب. إجابة السؤال الأول: السرد أساس وعماد القص، به تتنامى الأحداث وتتطور، كذلك الوصف،
وإن كان حضور الوصف بعض الأحيان يقطع السرد ويوقفه، لكنه أيضا ضروري لتقديم الشخصيات ورسم ملامحها وتحديد المكان والزمان وسماتها. فالجمع بين السرد والوصف ضروري في الكتابة القصصية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، لماذا ينسب هذا النص إلى الأدب الإنساني؟ لأن النص يعالج موضوعا هاما يعني العالم بأسره، وهو موضوع رعاية المسنين، وإن كان في الأساس يعالج قضية اجتماعية. بذلك عزيزي الطالب وصلنا إلى ختام تحليلنا لدرس العجوز والقلعة، على أمل أن نلتقيكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.